طيب مسجد احمد بن طولون احكي لنا عنه شويه مسجد احمد بن طولون زي ما قلت هو هو لازق في بيت الكريتليه اللي بناه كان اسمه احمد يعني تبع الحاكم احمد بن طولون في الدوله العباسيه ولكن هو انفصل عن الدوله العباسيه واسس دولته الطولونيه وهو الاثر المتبقي من مدينه الطلائع واحد من اجمل المساجد حتى فيه في في كده سور بره ده يعتبر الزيادات علشان يديكي أحياء ان هو مفصول عن العالم الخارجي وعند السور الداخلي مرسوم فوق زي عارفه المصلين اللي كتفهم في كتف بعض أيوة. مديكي الأحياء ده وكمان حاجه حلوه قوي انه هو ما اعمده يعني احمد ابن طولون قرر ان هو عايز يبني المسجد ده بمال حلال فكان م. هو عنده اوبشن عشان عايز اعمده من رخام كان عنده اوبشن ان هو ياخد يا اما من اعمده الكنايس يا اما من البيوت القديمه ففي معماري كان محبوس ساعتها وهو بالمناسبه هو مسيحي اللي صمم المسجد اسمه سعيد الفرغاني على ما اتذكر عرض عليه أنه هو هيبني الجامع دوت من غير اعمده عن بناها بناهم على شكل دعامات موجوده في في الحيطه فدي برضو من الحاجات المميزه فيه قوي